أنا أول مظاهرة أحضرها في حياتي كان عندي 3 سنين على كتاف أبويا لصالح فلسطين. أنا دلوقتي عندي 43 سنة وإحنا بقالنا 6 أشهر بنطالب بس بوقف إطلاق النار. أنا رسالتي الأساسية لينا كلنا حوالين جميع أنحاء العالم إن إحنا لازم نبقى آخر جيل. أنا عيالي كانوا موجودين النهاردة، أنا مش عايزهم يقفوا في مكاني أنا كمان 20 سنة ولا كمان 10 سنين. أنا معرفش ده طالب مننا إيه، بس زي ما إحنا بقالنا 6 أشهر أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع وبنغير في العالم وفي وعي العالم، هي دي اللحظة اللي إحنا لازم كلنا نشتغل مع بعض عشان ما نبقاش في الوضع ده تاني إطلاقا في حياتنا. خلاص بعد 30,000 اللي ماتوا، بعد كل الأطفال اللي ماتوا، بعد كل الدمار، خلاص